شاي واحلى حامض منطقة الزيونة وقهوة وكابتشينو قرب مطعم قص وليا قرب شركة الغلا وقرب الحلوانش علي وعندنا خلطة سحرية المرضى السكري ينزل السكر نوم بصرة خاص وبي خلطة هاي الخلطة وبيها هيل مال الشاي ومال نوم بصرة قرب مطعم قص وليا التجربة أكبر برهان هاي الخلطة لأهل السكر بيها نوم بصرة وبيها أعشاب المرضى السكري قرب مطعم قص وليا